قد يجد طالب العلم المبتدأ صعوبة في الطلب والحفظ، فما نصيحتك لهذا؟ نعم، أنا أرى أن طالب العلم المبتدئ يحرص على حفظ المتون، لأنه كما قلت الصغير لا ينسى، وحفظ المتون هو العلم. ولا تغتروا بقول من قال العلم هو الفهم، هذا غلط. نحن لم ينفعنا الله عز وجل إلا بما حفظناه من قبل في حال الصغر، نستحضر العبارات اللي كنا نحفظها من قديم. ولذلك تجد الذين يعتمدون على مجرد الفهم ما عندهم علم إذا جد الجلد، لأنهم لا يرتكزون على شيء. نعم.